غيب الموت الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، وذلك بعد فترة صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عام. الفنانة عايدة عبد العزيز فنانة مصرية من مواليد عام 1930، ولدت في قرية دلمو التابعة لمركز بنها محافظة القليوبية. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، ثم عملت بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية. عقب انتهاء دراستها في عام 1962 سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان الراحل أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج، فحصلت هناك على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت. من أهم أعمالها شيء في صدري، الأرض، شجرة الظلم، دون جوان، ثمن الحرية. كما عملت الفنانة عايدة عبد العزيز في السينما بأفلام يوميات نائب في الأرياف، شهد الملكة، النمر والأنثى، بوابة إبليس، الواد محروس بتاع الوزير. كما شاركت دراميا بعدة أعمال تلفزيونية منها زينب والعرش، هالة والدراويش، ضمير أبلة حكمت، يوميات ونيس، الفرار من الحب، كناريا وشركاء، موجة حرة. وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها الفنانة عايدة عبد العزيز خلال مشوارها الفني، إلا إنها واجهت العديد من الأزمات. لعل أبرز تصريحاتها في أحد البرامج إنها تعاني من الوحدة حاليا، خاصة وإنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة إنها تضع كراسي خلف باب شقتها. كما أكدت إنها نادمة على إنها قامت بتعليم أولادها في الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.